سنة ونصف منذ أن سيطرت ميليشيا الحوثي على مدينة الحديدة الساحلية غرب البلاد. هذه المدة كافية لتوقف الحياة في هذه المدينة التي كانت تعرف بعروس البحر الأحمر، فحولتها سلطة الجماعة الإنقلابية إلى أشبه بعجوز شمطاء. أحد المشاريع التنموية المتعثرة هنا منذ أكثر من عام، والذي قطع شريان الحياة في أكبر سوق تجاري على مستوى المدينة في الوقت الذي نشطت فيه معسكرات التدريب التابعة للحوثيين، وذهبت كل اعتمادات المشاريع كمجهود حربي. الجانب الأشد تضررا هنا هو طفح مياه الصرف الصحي وإغلاقها للأزقة والشوارع المؤدية للحي، ما يضاعف من معاناة السكان والتجار ومستوردي البضائع المحليين الوافدين من مختلف مناطق المحافظة. ولا يبدو حتى اللحظة أن سلطة الأمر الواقع قادرة على إصلاح ما طال وجه المدينة من عبث كالحفريات وغيرها، فهذه البيئة هي البيئة المناسبة لبقاء الميليشيا.